خير الشاف اسمح لي والله ما عمرني نعاود ندخل دارنا مع الدجاج راه شي واحد راه شرب خويا الله يرحم الوالدين تلاقيت مع ثلاثه طلبتهم قالوا لي ما الطريق راني غادي اسمع لي اسمع لي واش اسمع حميد لا لا عندي الورقه ديالي هاي سير 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 عندنا خالد ديال الشيء تكون داخل راه نخرج للشيء صافي قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.